ينضم إلينا الآن العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التطورات الميدانية وأيضا أبرز ما جاء في حديث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي تطرق في هذا اللقاء إلى الهجوم المضاد وأيضا الإنتاج المحلي من الأسلحة. نعم داليا، فيما يخص الهجوم المضاد، الجانب الأوكراني لا يخفي بأن الهجوم المضاد يسير ببطء، لكن في هذه الأثناء بات يحقق بعض الإنجازات، خاصة وأن القوات الأوكرانية ما زالت تؤكد تقدمها في الجبهات الجنوبية وتحقيقها بعض المكاسب على الرغم من بطء هذه العمليات الهجومية. آخر هذه المكاسب التي حققتها القوات الأوكرانية كانت بلدة روبوتينيا وأجزاء من هذه البلدة التي أعلنت عنها نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مليار بأن القوات الأوكرانية باتت في هذه البلدة وتقوم الآن بأعمال تمشيط لهذه البلدة، وأن القوات الأوكرانية وفقا لبياناتها ما زالت تتقدم في بلدتي نوفيا دانيليفكا ونوفيا باركوفكا وتحقق بعض النجاحات في هذه المنطقة وتتحصن في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا. فيما يخص الجبهات الشرقية، صباح اليوم أعلن الجيش الأوكراني بأنه بات يسيطر على بلدة كليشيفكا وهي بلدة تقع في جنوب مدينة باخمود. قال الجيش الأوكراني بأنه سيطر عليها ليصل عدد أو مساحة البلدة أو مساحة التي سيطر عليها الجيش الأوكراني منذ بداية الهجوم المضاد في جنوب مدينة باخمود وصل لقرابة 44 كيلومتر مربع وفقا لبيانات الجيش الأوكراني. فيما يخص ما حدث خلال 24 ساعة الماضية، قال الجيش الأوكراني بأنه نفذ قرابة 8 غارات. هذه الغارات استهدفت نقاط تمركز القوات الروسية على طول خط الجبهة، وأنه سجل ما يقارب من 32 هجوما شنه الجيش الروسي على طول خط الجبهة وتصدت من خلاله القوات الأوكرانية. كذلك أيضا قال الجيش الأوكراني بأن الجيش الروسي نفذ قرابة 47 غارة جوية. هذه الغارات استهدفت نقاط للقوات الأوكرانية على طول خط الجبهة وأيضا مناطق مأهولة. يقول البيان أيضا بأن القتال ما زال مستمرا في منطقة كوبيانسك، وأن الجيش الأوكراني أن الجيش الروسي إلى حد تاريخ هذه اللحظة يبحث عن بعض الثغرات في هذه المنطقة أي منطقة كوبيانس، لكن كل محاولات الجيش الروسي على حد وصف بيان الجيش الأوكراني باتت في الفشل بالدخول إلى منطقة كوبيانس داليا. شكرا لك مراسلنا عامر العروقي، كان معنا منك.